بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا حبايبي طلع عند الوز اعلي في الطيور كالمعتاد. طبعا لازم نعلفهم، لازم نظبطهم، الجو حر ونحط لهم مية في الحر ده. بصراحة اول ما شفت المنظر انا اتصدمت وقلبي وقع في رجلي وقلت ازاي ده حصل. هقول لكم دلوقتي ازاي ده حصل وازاي دوت المنظر ده انا شفته. بس اللي ياريت اللي يشوف قناتي لاول مره ياريت يعمل لايك، وانزلوا دلوقتي حالا يا حبايبي فضلا وليس امرا، اعملوا لي لايك للفيديو. النهارده يا حبايبي زي ما قلت لكم طالعه لقيت منظر يخوف بصراحه، ولقيت منظر بصراحه انا اول مره اشوفه. هقول لكم هو ايه، هقول لكم هو ايه دلوقتي بصراحه. يعني انا ما بخبيش عليكم حاجه، يعني اهو شايفينه، شايفين الوزه. بسم الله ما شاء الله، وزه اللي طالعه لي اهي ما شاء الله. لسه ما دخلتش والله، اول ما شفت المنظر دوت ولقيتها هنا كده اهوت في الحته ديت عماله تجري وتلعب كده وتنقر في الارض، فرحت جدا جدا وقلت ان انا لازم اوريكم المنظر الجميل دوت. بس بصراحه اهوت وانا بصور راحت سابت المكان بتاعها اللي بتنقر فيه وراحت عند امها. طبعا زي ما انتوا عارفين الوزه دي راقده اهيت بقى لها فتره ديت يا حبايبي. كان بسم الله ما شاء الله كانت راقده على 10. انا هوريكم دلوقتي نشوف في حاجه تانية طلعت ولا لا، وهنتكلم بقيه كلامنا. شايفين يا حبايبي خايفه ازاي؟ شايفين خايفه على بنتها ازاي؟ شايفين؟ يعني بصراحه انا كنت اول مره اربي الوز كنت بخاف من صوته ده، بس خلاص تعودت عليه. نسم الله كده ونشوف. طبعا مبهدله ايدي عض. نسم الله كده ونشوف تحتيها ايه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره هيبقى لها 28 يوم راقده اهي، ما كملتش شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. مبهدله ايدي. شايفين الوزة؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ سبحان الله. بس الوزة ديت شكلها كده مش عارفة، مش يعني مش حركة كده ولا بتتحرك جامد. اللي لنا نصيب ايه فيها شوفوا ديت. اما نشوف دي برضو راقدة اهي، ديت منقورة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. والثانية برضه هي تنقرة. هي كان تحتيها 5 10 يا حبايبي. شايفين دي؟ استنى احطها على ودني. بصراحة مش سامعة أي صوت فيها خالص، بس أنا هحطها ونشوف. لو تلاحظوا إن البيضة دي تحتيها هيت، البيضة دي بيضة رومي. أنا لما دي كانت راقدة على 10 بيضات بصراحة، لما عملت عليها كشفت على البيض يعني بعد 10 ايام من الرقاب، لقيت 5 ما فيهمش كسر والخمسه التانيين معرقين وبسم الله ما شاء الله فيهم كسر. فانا قلت هي هترقد على 5؟ لا، انا كان عندي البيض البيض بتاع الرومي، فكان عندي يعني، والروميه كانت لسه اول بشاير ليها اول بيضان. فانا قلت هجرب كده احط تحتيها 3 بيضات من بتوع الرومي. فهي بصراحه زي ما تقولوا هي عارفه البيضه اللي فيه كسر والبيض اللي ما فيهوش كسر ايه. لقيتها راميه هنا اهو كده في الحته دي كده البيضتين التانيين، ومخليه تحت منها البيضه ديت. فعرفت كده انا ما كشفتش عليها برضه، انا سبتهم كده من غير ما اكشف عليهم بعد 10 ايام من الرقاد، سبتهم كده ببركتهم يعني. وما كشفتش عليهم. فزي ما تقولي هي عارفه التانيين ما فيهمش كسر، رميتهم بره وخلت اللي فيها كسر. دي اكيد فيها كسر ان شاء الله يعني باذن الله. فانا دلوقتي ايه هعمل ايه يا حبايبي؟ هجيب معلقه شيح. انا لسه ما جبتش الشيح بصراحه من جوه في المطبخ جوه، بس انا من فرحتي جريت جبت التليفون قلت اصور لكم المنظر الجميل دوت. هعمل ايه دلوقتي؟ هي زي ما تقولوا هي بقى لها يعني زي ما تقولوا هي طالعه من بدري. شايفين قشره البيض؟ هي بتاكل قشر البيض ده، بتاكل قشر البيض. هعمل ايه دلوقتي؟ مبهدله ايدي وعضها. هعمل ايه دلوقتي يا حبايبي؟ انا هاخد من تحت منها الوزه دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي ناشفه خالص اهي، ناشفه. وكمان السره بسم الله ما شاء الله سرتها ناشفه برده.
بس بصراحه مش هكدب عليكم بقى، انا كنت هاخدها لقيت لسه صورتها ناشفه، بس يعني فيها سنه. انا هسيبها دلوقتي مع امها لحد احنا اخر النهار، هسيبها مع امها لحد يا اما بالليل متاخر هطلع لهم يا اما بكره الصبح. كده كده هي بتبقى راقده تحت امها وما فيش اي خوف من عليها، امها كمان احن عليها مني وتخاف عليها اكتر مني وهتحضنها اكتر مني. فانا ما عليا ان انا هجيب ايه دلوقتي، هجيب معلقه من الشيح وهرشها على البيض عشان بقيه البيض يطلع ان شاء الله على خير. شايفين الوزه؟ شايفين يعني نايمه تحت امها ازاي؟ سبحان الله يا رب العالمين، سبحان الله. بصوا سبحان الله، شايفينها ما شاء الله جميله جدا، بس هي حجمها صغير لان حجم البيض بتاع الوزه ديت كان اول ما ابتدت ان هي تبيض، بدات ان طبعا اي حاجه بتبتدي تبيض بيبقى البيض بتاعها قليل شويه، كل بيضه بتفرق عن البيضه اللي قبليها بتزيد حجمها سنه. فزي ما تقولوا ديت دي من ضمن البيض الصغير اللي هو اول بشاير ليها. شايفين يعني نايمه ازاي؟ شايفين اهنا ديت، هسيبها بس ساعتين تحت، هسيبها ساعتين تحت امها وبعد كده هاخدها عشان تشرب ميه، الجو حر طبعا جدا النهارده، هاخدها عشان تشرب ميه عشان الجو حر، وهسيبها بقى ايه تحضن بقيه البيض بتاعها. بس لازم احط لها معلقه الشيح، معلقه الشيح دي حبايبي بتطقطق البيض، بتخلي بسم الله ما شاء الله، بتخلي نفس الكتكوت اللي جوه اي نوع بقى كتكوت بتخليه يتضايق، وريحته نفاذه كده جدا، بتخلي الكتكوت اللي جوه البيضه يتنرفز كده ويتضايق ويبقى عايز يخرج، بيبقى عايز يكسر البيضه لان الريحه دي خانقاه، مش خانقاه ان هو بيتموته، لا هي خانقاه ان هو يعني بيتضايق من ريحتها. فانا هجيب شيح وارش كمان، هعمل ايه تاني حاجه غير الشيح يا حبايبي اللي احنا متعودين عليه، حاجه جميله جدا جدا برضو، هتجيبي بخاخه كده فيها شويه ميه ومعلقتين ثلاثه من الخل، بتبخي بس البيض بخه او بختين بكتير قوي على البيض، ترفعي كده، ترفعي الوزه كده وتبخي البيض بخه من البختين كده ولا حاجه من من الميه اللي فيها خل، مع معلقه الشيح كمان بترشها لهم. بسم الله ما شاء الله، في خلال ساعتين او ثلاثه بالكتير هتلاقي نسبه الشيح والخل خلت البيض كله معاكي فقس كله بسرعه بسرعه كده، وما يطلعش واحده ويتفضل واحده، لا هتلاقي كل البيض كله مره واحده طلع معاكي مره واحده ان شاء الله. زي ما قلت لكم هاخد ديت هشيلها دلوقتي بعد ساعتين تكون بس صورتها كملت نشفان، هي حلوه ما فيش اي مشاكل ان انا اخدها دلوقتي، بس انا حابه ان انا اسيبها كمان ساعتين تحت امها، وبعد كده ان انا هاخدها هحضنها وهقول لكم هنعمل معاهم ايه، بس ان شاء الله لما بقيه البيض يطلع على خير. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي، اتمنى ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك اللي شوف قناتي لاول مره، والسلام عليكم ورحمه الله.